أظن أن الساعة قد حانت يا أبا طالب. هون عليك يا أخي، هون عليك. موت آخر أمام عينه. لن تموت بهذا الشكل يا سيد قريش، لن تموت بشكل مفاجئ هكذا. اقترب يا محمد، ادنو إلي. تعال يا بني، تعال إلى حضني. كنت أظن أن أحب الأولاد إلي هو والدك عبد الله، ولكن لما أتيت أحببتك أكثر منه. سأشتاق إليك أبا طالب، أوصيك بمحمد، أولادك في سنه، أكرمه وصنه. لن أذكرك، هذا ابن أخيك. محمد يريد أن يعمل. وماذا سيعمل وهو في 13 من عمره؟ حاول أن تعدل رأيه يا أبا طالب. يا فاطمة بنت أسد، أنت تعلمين محمدا شعر بفقرنا وعدد أولادنا الكثير. غيره كان من الممكن أن يجعله يتمه ضعيفا، لكن محمدا جعله أقوى وأكثر تحملا. وماذا ستفعل؟ سأخذه معي في تجارة القادمة ويكون تحت عيني. الماء انتهت من أمامكم أيها الخراف، هيا بنا أسقيكم. سنرتكز هنا من الحر تحت ظل هذه الشجيرات. ستشربون وتأكلون أيها الخرفان، اقتربنا. ما هذا؟ قافلة تجارية، هيا أسرعوا. هكذا أنت دائما يا محمد. يبدو أن الشجرة بفروعها وأوراقها تعرفه، تصلي علي. تحب الجلوس وحدك متأملة، ولن تفوت فرصة كهذه. صحراء واسعة وشجيرات قصيرة وبئر ماء، أمسك بعضا منه وبعضا من التمرات، قوي نفسك بهن. ما هذا؟ انظروا إلى هذا الغلام، انظروا إلى أغصان الشجرة وما تقوم به. يا عجبا، أجننت يا بحيرة تكلم الأغنام؟ أهلا بك أيها الغلام. غلام غلام، هل تنزل حمولة الجمال من على ظهرها لإراحتها؟ أبا طالب، انظر يا أبا طالب، تحت الشجرة هناك رجل يرتدي رداء الرهبان مع محمد، يكشف عنه قميصه. ما هذا؟ هيا خلف أبا طالب. ابتعد عنه أيها المجنون. اصبر، هذا الغلام ابنك؟ نعم. كذبت، ما ينبغي أن يكون لهذا الغلام أب. وكيف عرفت؟ أريد أن أتكلم معك. اسمع، وأنا قادم بغنمي من بعيد، رأيت أفرع الشجر تميل إلى ابن أخيك وكأنها تريد أن تلامسه. إنك في الصحراء وحدك من زمن أيها الراهب، ومن الممكن أن يكون ما تراه وهما. لا لا لا، لقد ذهبت إليه سريعا لأجل أن أتأكد. كشفت ظهره ورأيت بين كتفيه، إنه خاتم النبوة. الذي بين كتفيه هذا خاتم نبوة؟ نعم نعم، يبدو عليك أنك لا تصدقني، تظن أنني أهذي. عجبا،
بين يديكم رسول سيكون خاتم الأنبياء، وأنت لا تصدق، وغيركم يعرفون أهميته وسيفعلون أي شيء لقتله. اسمع، إذا كنت تحبه ارجع به إلى بلدك واحذر عليه من اليهود.